عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد في أولى فقراتنا الحوارية. طبعا أكيد كلنا تابعنا ماتش امبارح وشفنا فوز النادي الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف في الوقت القاتل البدل الضائع عن طريق المدافع محمد عبد المنعم. أكيد في تفاصيل كتير في لقاء الأمس يعني هنحب نتكلم فيها مع حضراتكم. الجزء اللي قبل لقاء الأمس كان إلى حد كبير غامض بالنسبة لنا، من منطلق إن كانت فترة إعداد، من منطلق إن ما كانش في تصوير للمباريات الودية، لكن المحك الرئيسي أو نقدر نقول المحك المبدئي الأولي كان لقاء الأمس اللي هندردش مع حضراتكم وأكيد مع ضيفنا اللي منورنا النهارده عن كتير جدا من تفاصيله. منورنا كابتن جمال السيد نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن، أهلا بيك. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير. أنا هوند وسعيد طبعا أنا معاكم إن شاء الله في أول مناسبة جميلة في بداية الموسم. بداية جميلة فعلا. بداية كويسة للنادي الأهلي، بداية مطمئنة جدا يعني، وحاجات كتير طبعا هنتكلم فيها في تفاصيل الماتش طبعا مع حضراتكم باذن الله. طبعا دي مش اول مره تنورنا، بس زي ما كنا بنقول يا مره معايا لوحدي يا مره مع كريم، بس المره دي هتختلف بقى. بس فعلا انا مبسوطه ان احنا النهارده الحمد لله جايين مطمنين، صحيين فرحانين لموسم جديد، وموسم قلنا ضربه البدايه بتفرق بصراحه. يعني يمكن سواريش لما بدا برده مع الاهلي دايما يقول لك البدايات، يعني بيقولها ايه البدايات ايه؟ لا مش عارف المسمى، مش عارف المصطلح. لا البدايه حلوه، البدايات حلوه، البدايات ده اللي اكد عليه زي بالظبط. البدايات الحلوه بتجيب حاجات حلوه برضو بالزبط. يعني بدايه سواريش لو احنا قارناها بكولر بصراحه كانت بدايه وحشه جدا، فما جابتش نتائج حلوه طبعا لاسباب برضو مختلفه، لكن البدايه بتاعته للاسف ما كانش محظوظ فيها تماما، على غرار موسيماني كان بدايته رائعه جدا فجابت نتائج رائعه جدا. دلوقتي بنتكلم في كولر، مارسيل كولر الحمد لله برضو بدايته كويسه جدا. ده فكره كمان ان الوديات لم يتم اذاعتها، دي حاجه ادت شويه كده للاهلاويه كابتن جمال طمانينه، حاسين ان في حاجه بتتظبط، الراجل ده فاهم، الراجل ده بيعمل تكتيك معين او تاكتيك معين، احنا منتظرين بقى نشوفه. كنا امبارح في الماتش، تقييم حضرتك كده كبدايه وضربه حظ للماتش ده تحت قياده مارسيل كولر؟ طبعا اتكلم طبعا يعني انصافا طبعا لسواريش، يعني مش انصافا ليه يعني كلمه حق، تمام، ان هو برده جه في ظروف غير طبيعيه، كانت اصابات كتير، وكان قرار مجلس اداره ان احنا نلعب بالناشئين، يعني حاجات كتير، كانت فتره انتقاليه، واعتقد ان مجلس اداره النادي بقياده الكابتن محمود الخطيب كان منظم الجزئيه دي، او كان عامل بلان بتاعه على الاساس. بس هي نفس برضو شويه موسيماني، يعني موسيماني جه برضو فتره حرجه جدا، وكان عندنا بطولات، وكان فايلر ماشي يعني كان تمام. لا بس ما كانش كمل اصابات، وجه ليه كانت لعيبه جاهزه. موسيماني جه لقى لعيبه زي ظروف مستر كولر دلوقتي بالظبط. يعني كنت بس عايز اقول الكلمه دي على سواريش، انما بالنسبه لجزئيه النادي الاهلي، البدايه امس الحمد لله مطمئنه جدا، هتجمع الجماهير تاني حوالين النادي الاهلي وتديهم اطمئنان ان الفرقه بتاعتنا الحمد لله يعني اتعمل فرقه كويسه، محترفين شايفهم برده كويسين، حتى اللعيبه المحليين اللي انضموا امبارح وهنتكلم طبعا تفصيليا عنهم، شايف ان هي بدايه قويه، اهمها اطمئنان جماهير النادي الاهلي والتفافها حوالين النادي الاهلي تاني في منافسات قويه قادمه، بدايتها طبعا البطوله الافريقيه، خدنا خطوه جيده جدا بالنسبه لدور المجموعات ان شاء الله. المباراه الاسبوع القادم اعتقد ان احنا دايما بنفصل، النادي الاهلي بيفصل، انما نيجي بقى لتفاصيل المباراه، اولا مكاسبها كتير جدا، اهم مكسب فيها عوده اثنين مصابين انا شايفهم ان هم تقل في النادي الاهلي، اكرم توفيق ومحمود متولي. محمود متولي ممكن يكون في نهايه الموسم اللي فات بدا يحط رجله في الملعب، ولكن ظهر بمظهر جيد جدا امبارح، ومدافع صلب زي عهده ايام الاول ما جابوا النادي الاهلي. اكرم توفيق الحمد لله راجع، وراجع بروح قتاليه عاليه جدا جدا بصراحه، ومصر ان هو يعمل حاجه، دي اهم مكسب بالنسبه للنادي الاهلي انا شايفه امبارح. نيجي للمكسب الثاني، الثقه اللي خدتها اللعيبه ثاني بعد الفتره نهايه الموسم، يعني كنا هنا بشكل سيء لظروف او لاخرى، ولكن بدايه الموسم ده شايفها انها هتبقى بدايه كويسه، زي ما شبهت حضرتك ببدايه موسيماني، النادي الاهلي عمل فرقه كويسه، عودة المصابين برضو تاني مكسب، عودة المصابين كان عمرو السلية، طاهر محمد طاهر، حدث ولا حرج يا كابتن جمال، ما شاء الله يعني الحمد لله ما شاء الله لا واحنا مرزقين ربنا ما يعيدها يعني ما شاء الله، ربنا ما يكررها، هي دايما بتبقى ايام صعبه في النادي الاهلي ان شاء الله ما تحصلش تاني. يعني دي بالنسبه للبدايه بالنسبه للنادي الاهلي. نيجي للتفاصيل الفنيه، مستر كولر شايف ان هو بيعمل شغل كويس قوي مع النادي الاهلي، يعني الشغل التكتيك حتى واصرار على طريقه لعب مع برونو سافيو، برضه برونو سافيو ده من اللعيبه الكويسين قوي، واضح ان هو خامه كويسه، ممكن ما يكونش ظهر بمستوى متميز قوي امبارح، ولكن شكله لعيب جيد يقدر يعمل فرق النادي الاهلي، كورته كويسه، كورته سليمه، يقدر يعمل الربط ما بين نص الملعب والمهاجمين بشكل كويس قوي، وعملها امبارح. يعني النادي الاهلي بيستحوذ على جزء كبير جدا من المباراه،
ولكن طبعا جه المكسب في اخر دقيقه وده دم من عهدنا في النادي الاهلي. فمكاسب المباراه امبارح انا شايفها ان كتير جدا، كفايه انطلاقه جيده وبدايه متميزه الموسم. والحقيقه السيطره الشبه كامله كان النتيجه المنطقيه ان ينتج عنها عدد كمان من الاهداف مش مجرد هدف واحد. برونو سافيو في ناس كتير كانت مستنيه ان هي هتشوف منه العاب سحريه على ارض الملعب بمنطلق خلفيته وجنسيته الى اخره، وممكن كمان مش عارف اذا كانت تجوز المقارنه في الحاله دي ولا لا، بس بنتكلم على اول لقاء لي. لو قارنا بين اول لقاء لي واول لقاء مثلا في حاله فيرسي تاو اول ما جه سجل لا وعمل كبير قوي يعني، واخد بالك ازاي؟ اي نعم المستوى تراجع بعد كده وما شفناش نفس الأداء الفاعليه في مباريات لاحقه، لكن في ناس بتقف وبتعمل النوع ده من المقارنات. فكره ان انت معاك لعيب زي برونو سافيو الى اي درجه ده شيء مطمئن، والى اي درجه حضرتك قيمته انه واعد وان شاء الله هينتج عنه خير الفتره الجايه؟ لعيب جيد، اللعيب ممكن من لمسه او اتنين، احنا كشغلنا كحرفيين في الجزئيه دي اشوف ان هو لعيب متميز عنده حلول. اللي عنده حلول يقدر في المساحات الصغيره، يعني عمل لعبه ناحيه الخط لعبه لعيب كبير قوي، الحاجات اللي فيها ايه الجمال البرازيلي لعبه شكلها طبعًا حلو من احنا بنحبها او احنا لعيبه بالظبط. ده يدينا برده، وحتى تحركه اتحرك في كوره ثانيه برده اتعملت كانت كوره ثابته ولعبها بالهيدرز، ولكن طبعا الحارس صدها، بس شكله لعيب جيد يقدر يعمل جبهه كويس قوي ان كان مع علي معلول او حتى يبقى بلاي ميكر في الجزء اللي بيلعب فيه تحت راس الحرب. فانا شايفه لعيب كويس، بس ممكن عشان اول مباراه مع الانسجام والتجانس والثقه اللي هياخدها في نفسه، انا على يقين ان اللعيب ده شكل يعني لعيب جاي ان هو يبقى لعيب كويس. ده برونو سافيو. حتى نيجي للشادي، شادي حسين مهاجم جيد، مهاجم كويس طبعا، مهاجم سيراميكا كليوباترا، ولعب امبارح طبعا اول مره يلعب في الاجواء دي، يتحسب له ان هو كان متماسك، كل الكرات او معظم الكرات اللي وصلت له صار فيها بشكل جيد، ممكن ما كانتش فيها الاريحيه قوي بالظبط ان هو يسجل، ولكن انا شايف ان شادي حسين هيبقى من المهاجمين اللعيبه كويسين اللي هتفيد النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. حلو جدا. يعني نقدر نقول ان الحمد لله كده المؤشرات كلها بتتكلم ان هذا الموسم بالنسبه للنادي الاهلي موسم هيكون عوده للنادي الاهلي اللي احنا نعرفه. خلاص الصعوبات اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت والاصابات وغيره وضغوطات المباريات، ولو ان لسه الضغوطات احنا مش عارفينها قوي موجوده برضه. موجوده بالظبط. يعني عشان برضه الواحد يبقى واقع، احنا الموسم اللي قبل اللي فات قلنا على الموسم اللي فات يا رب ندخل ويبقى في تنظيم اكتر في جدول المباريات وغيره، ولم يحدث. يعني دلوقتي احنا برضه بنأمل ان شاء الله مع الرابطه يكون في تغيير بقى على ارض يعني الواقع، ويبقى في برضه فرصه الناس تشم نفسها شويه واللعيبه والفرق المختلفه. على كل حال انا هاخد من الماتش امبارح وهروح برضه اربط شويه بالدوري والقرعه امبارح. بتشوف في كابتن جمال ازاي يعني اول سبع مباريات للنادي الاهلي، هل برضه هي مضغوطه ولا بتشوفها افضل من الموسم اللي فات، بما ان احنا بنتكلم فيه يعني منهم فرق بتنافس على المربع الذهبي وفرق منهم صاعده يعني زي اسوان على سبيل المثال مثلا؟ ما فيش شك طبعا. خلينا نقول حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي نادي بطولات، لازم هقبل الواقع في كل الضغوطات اللي بتتلعب في المباريات، اي كم مباريات هلعبه لازم يبقى عندي السكواد الكامل، ودي امبارح اديتني اريحيه ايا كانت السبع مباريات اسماء الفرق. مع احترامي النادي الاهلي بيلعب على بطوله الدوري، هيجي لي في الاول اي فرقه ايا كانت تصنيفها ايه، تصنيفها مثلا من الفرق المنافسه، تصنيفها من الفرق الوسط، تصنيفها من الفرق اللي ممكن تصارع من اجل البقاء. السنه دي الدوري شرس، كل الانديه دعمه بشكل كبير جدا، دعمه بشكل قوي، فهتلاقي اي فرقه حتى عاده بتلعب قدام النادي الاهلي عايزه تظهر بمنظر كويس، اللعيبه بتعرض نفسها بشكل كويس، عنده امل ان هو يجي النادي الاهلي، وده حق شرعي اي لعيب في مصر يبذل مجهود. انما هاجي بالنسبه للضغوطات والمباريات والرزنامة بتاعت المباراة إن كانت أفريقية أو بطولات دوري، النادي الأهلي هيتعامل معاه بشكل جيد. امبارح اديتني أريحية شوية في إيه؟ آخد نفس يعني. حتى لو آخد، لأ الدكة بتاعتنا الحمد لله كويسة. نبص للي بيلعب واللي نزل. إحنا عندنا لعيبة الفرقة شايفها فرقة كويسة وعملت تواجد كويس. معاك مجدي قفشة بره، وحسام حسن، وحسين الشحات، ومين نزل تاني؟ البدايل كلها على نفس المستوى العالي. على نفس المستوى، يعني لو اللعيبه الصغيرين في رأفت خليل وفي مجموعه تانية من اللعيبه يقدر النادي الاهلي، طول ما اللعيب النادي الاهلي عنده دقه قويه جميع المباريات او حتى ضغط المباريات شايف ان هو هيبقى فيه، نقدر نتعامل معاه بشكل جيد. وحمدي فتحي، نسيت حمدي فتحي. احنا عندنا اسماء كتير لو هنقعد نرص دلوقتي من الناشئين والناشئين بالظبط، واللعيبه اللي هي الحمد لله رجعت من الاصابه
فاعتقد باذن الله النادي الاهلي هيقدر يتعامل بشكل جيد مع المباراه دي. لا ما ذلك كابتن جمال، على كل حال احنا لسه عندنا نقاط كتيره هنناقشها، بس تسمح لنا نروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مره كمان، وكابتن جمال السيد لسه معانا. كنا بنتناقش في ملفات كتيره، اتكلمنا طبعا عن ماتش امبارح، واتكلمنا عن قرعه الدوري المصري وان هو قد ايه هيكون طبعا شرس. ومحتاجه كمان اروح مع حضرتك لنقطه مهمه، طالما احنا هنتكلم عن المنظومه ككل، التحكيم. التحكيم برضو عايز له حلقه لوحده. يعني من النقاط السوداء بصراحه في الموسم اللي فات وربما اللي قبله، وقلنا ان احنا عايزين تطوير في هذه المنظومه، وقد كان وجي كلايتنبرج وعنده اجنده كبيره جدا. هذا الرجل معروف ان هو رجل فعلا بيشتغل وليه تجارب كتيره جدا، واخرها كان في اليونان وفعلا نجح ان هو يطور هذه المنظومه هناك. لو جيت اتكلمت بقى عن ان شاء الله الامال المحطوطه برضو ورؤيه حضرتك كابتن جمال للتحكيم، منظومة التحكيم المصري، وفكرة هنا استخدام تقنية الفار اللي هي مفروض جاية عشان تصلح أي أخطاء تحكيمية وبيحصل منها أخطاء تحكيمية، فإيه لو اديني عقلك بقى يعني. لا طبعا هي دي منظومة مهمة جدا، مهمة قوي لنجاح الدوري أو نجاح أي بطولة بالتلميذ. محتاجة تركيز كبير قوي من الحكام، يعني لازم في عوامل مساعدة. الحكم بيبقى مركز كويس، الحكم برضو لازم يبقى عندنا يقين إن الحكم عايز ينجح اوريدي، ما فيش شك. طبعا نيجي لمنظومة الفار، طبعا محتاجة برضو تركيز، والتقنيات العلمية اللي بيشتغلوا بيها، يعني أنا طبعا ما أعرفش تفاصيلها أو الديتيلز بتاعها إيه، بس المفروض إن هم بيشتغلوا عليها بدقة، ولازم يبقى أدراية كاملة، ولازم بالزبط. يبقى يعني خبرات حاجات كتير قوي، إن أنا بشتغل عليها كويس عشان أعرف أطلع التفصيلة اللي هي بتاعت معظمها بتبقى في الأوفسايد. احنا في الاوفسايد انا بشوف خطوط طبعا غريبه، انا ما بعرفها غير الخطوط اللي بشوفها في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. انا مش عارف، حتى بالعين بتبان والله اوقات. انا ده اللي بقوله، انا عن نفسي ما اعرفش التفاصيل او التكنيك بتاعها قوي علميا بالنسبه للكمبيوتر اللي قدامه او الاله اللي بيتعامل عليها، انما بشوفها في الدوريات الاخرى انجليزي اسباني شكل غير خالص، بتبقى واضحه تماما وبتيجي من زاويه واضحه، احنا زوايانا بتبقى غريبه. دي محتاجه علم ودرايه، دي حاجه ظبط زوايا. بالظبط، انا اقول ظبط زوايا فعلا تبقى مقبوله، لان الفار مش بالظبط. محتاجه دي حقيقه. ما الاوفسايد اوقات بلاقي الخط مثلا، عارف يا كريم، بلاقي الخط المفروض يبقى مظبوط، يعني صحيح تلاقي الخط مثلا الكاميرا جات لك من هنا الخط عمل كده، في ميل صريح، فمع ميل واضح. فدي محتاجه تركيز اكتر منهم طبعا، ويقدر يتعامل مع الاله اللي بتعمل معاه بشكل جيد. دي حاجة. الحاجة التالتة بقى اللي أنا نفسي برضو ثقافة اللعيبة تبقى أفضل من كده بكتير، ثقافة اللعيب نفسه. ليه؟ لا من ناحية إيه؟ هقول لك أنا، بمعنى إحنا كل حاجة ممكن نعترض عليها للأسف. أنا ممكن يبقى إيه؟ يعني بشوف في الدوريات الكبيرة الحاجات اللي بيبقى فيها اعتراضات، حتى بينتظروا الفار، حدش بيروح للحكم كتير، إحنا كلنا نتلمع حواكم، يقعد يقنعهم، أنا الإربيس في ودني، يعني يبقى في ثقافة إن خلاص الحكم طالما منتظر القرار يبقى بنتظر القرار. أجي بقى أنا اوت ليا مثلا لفرقه، ابص الاقي اللعيبه كلها بتعترض على الاوت، فاول يعترضوا على فاول، اي لمسه برضو كلها. ده عشان موروث عندنا، يعني احنا عندنا لعيبه في اجيال سابقه وحتى في الرجال الحاليه، يعني ظبطت معهم قبل كده كذا مره ان لما حد فيهم يبرق مثلا للحكم ولا يعترض بشده فالحكم بشكل لا ارادي يحسب له هو وليكن. ما انا مش عايز الضغوطات دي بقى. ما هو انا مش عايز الضغوطات دي عشان ما اهزش الحكم، احاول انا اساعده. أنا بتكلم حتى دي في نمرة ثلاثة اللي هي ثقافة اللعيب لازم تختلف. أيوة. كل فاول نقطة مهمة، يعني نقطة مهمة عامل، حتى أنا قلت رقم ثلاثة. أيوة. رقم واحد تركيز الحكم، رقم اثنين تقنية الفار، رقم ثلاثة يبقى عندي قبول لقرارات الحكم حتى لو فيها شيء من الخطأ. المقبول يعني إيه المقبول؟ ما يبقاش فيها ظلم باين، يعني في رمي التماس. أيوة. مش مؤثرة. ضربة حرة بعيد في نص الملعب مش مؤثرة. أيوة. إنما الحاجات اللي فيها خطورة حق اللعيب يقول أنا ما عملتش. أيوة. ضربه حره غير مباشره على خط ال 18، بنالتي. أيوة. هدف فيه تسلل مثلا او فيه شك. ماشي، بحاول اوجهه انبهه، انما احنا بقت ثقافتنا كل كوره برفع ايدي، كل كوره اروح للحاجه، كل هو التشكيك كمان في التحكيم. يعني طبعا تاني عشان بس الزاويه والكلام يبقى واضح، احنا اكيد عندنا اخطاء تحكيميه لو قارناها بالاخطاء التحكيميه اللي بتحصل في دوريات اخرى عالميه، لا تقارن. النسبه عندنا اعلى بكتير، النسبه المقبوله عالميا 10%، وده بيحصل وده ما بيبقى بتعدي. لكن تمام. لما تيجي عندك موسم مثلا الاخطاء التحكيميه بتاعته بتضيع بطولات من فرق، وانا لا اتحدث هنا عن النادي الاهلي فقط. بالزبط. انا بتكلم ان جنرال، واللي اكد كلامي ده ان اول ما كلايتنبرج جه كم الشكاوى اللي راحت له من انديه
مصريه مختلفه، يعني حاجه لا توصف لو حضراتكم اكيد متابعين. فده بياكد كلامنا. لكن على الصعيد الثاني برضو النقطه اللي حضرتك ذكرتها دي نقطه مهمه، فكره ان برضو الحكم وهو نازل، واحنا طبعا عندنا حكام محترمين كتير، بس وهو نازل برضو الضغوطات اللي عليه، التشكيك في كل قرار برضو على الصعيد الثاني مش مفروض ان هو يكون موجود. بالظبط. طبعا في حكام كويسين جدا، مش عايز اذكر حد عشان ما حدش يبقى متحق، انما في لا في حكام عندهم اتزان وحكم تقيل في الملعب وعنده شخصيه ولا بيتهزم الكلام ده طبعا. وبيمشي بشكل واخطائه قليله جدا، احنا اتكلمنا في اوريدي في اخطاء ويفرض شخصيته على الفريق مقبوله، انما الاخطاء الكارثيه اللي هي بتغير اتجاه البطولات ده موضوع تاني. بالزبط. ده موضوع كبير. رايك في اداره يعني الموسم اللي فات من الدوري كان تحت مظله رابطه الانديه المحترفين، رايك في اللي حاصل ده كان عامل ازاي؟ لا، الرابطه حاولت بشكل كبير جدا ان هي تحسن من اداء الدوري، ولكن احنا المشكله الكبرى اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي وانا هون بتكلم عنها اللي هي مشكله التحكيم، لان انا ممكن فعلا احول بطوله من نادي لنادي تاني، مش ما اقصدش تحويل مقصود، لا هنقول ان هو خطا غير مقصود، ولكن خطا غير مقصود ده سبب كارثه لنادي اخر وفي نادي استفاد طبعا. فانا لازم يبقى التركيز عالي جدا، ومعظم التركيز العالي هيجي من تقنيه الفار. الحكم زي ما قلت حتى الحاجات اللي بيقدر بيحتسبها في حدود كلها ضربات حرة، إنما الحاجات الكبيرة دلوقتي إلى أي درجة كلاتنبرج ممكن يغير الواقع التعيسي اللي احنا بنتكلم عليه ده هيغيره أو هيقلل نسبة الأخطاء؟ لأن الراجل ده أعتقد برضه كان ماسك الدوري السعودي في سنة من السنين، أعتقد من سنتين تقريبا برضه كنت متابع الدوري السعودي. هو آخر حاجة كانت اليونان، بس الدوري السعودي يمكن أكتر من سنتين بشوية أعتقد. أكتر من سنتين كنت متابع وشايفه، يعني عمل طفرة برضه جيدة وقلل نسبة الأخطاء بشكل كبير جدا، وناس كتير أثنت على لجنة الحكام في الوقت ده. أعتقد إن هو في الفترة دي مع محاضرات جيدة للحكام يعني يوصل للحكم ان هو لازم اعمل له زي كده محاضرات نفسيه، ان انا الضغوط دي تقل عليا قبل المباراه ما يحصلش ضغوط عليه. في اختبارات بدنيه كمان للحكام، انا قريت كده شويه حاجات من اللي عملها. الاختبارات البدنيه يعني ده لازم، ما في اختبارات بدنيه اوريدي ليهم، في حاجات كده زي كوبر وورنر تيست، وفي اختبارات كده معينه يعني بدنيه، في اجنده هو ماشي عليها وتحدث عنها. مش ده المهم، انا المهم بالنسبه لي كل ده، ده جزء بس مش جزء، مش ده الاهم، مش عايز اقول ايه ده الاهم، لا يعني الاهم منه النقطه اللي الاهم تقولها. منه ان الضغوط اللي بتقع على الحكم وبتاثر عليا في قراراتي في المباراه، ببقى دايما مهزوز قلقان خايف، دي انا شايف ان هي دي الاهم اني اعالجها. بس دي بقى ترجع لقوه شخصيه الحكم نفسه، يعني لو حكم شخصيته قويه مهما حد يعني او جماهير حاولت ان هي تهز ثقته بنفسه، انا قراري اللي انا اخدته صح فخلاص، يعني المفروض اللي انا اعرفه انا بقول بحسن بزود ممكن كلها بوصله لدرجه من يعني ايه من الاتزان النفسي او التوازن او الثبات الانفعالي بشكل جيد. الحاجه الاكيده ان المنظومه بالكامل يعني في كتير من مناطق العوار فيها انجاز التعبير، والحمد لله ان كل القائمين على المنظومه بيعملوا جاهدين على ان الاوضاع دي تتصلح عشان نسعد بقى بموسم هقول لك اقل وصف ليه يبقى منطقي، تبقى الامور فيه منطقي وفير محياد بس، ويبقى فيه تطوير في كره القدم المصريه على كل الاصعده، وده اللي بيتم بصراحه دلوقتي على ارض الواقع. على كل حال كابتن جمال نورتنا، الوقت للاسف الشديد خلص، بس بجد كانت رايه يعني ممتعه جدا على المشهد الاخير، شكرا ليك. شكر جدا وسعيد بلقائك، وكل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في يا رب يا رب في اللي جاي ان شاء الله. نورتنا ونورتنا وبنشكرك على وجودك، وان شاء الله نشوفك على خير. ومشاهدينا في كل مكان خلونا نطلع فاصل سريع، وبمجرد العوده من الفاصل حضراتكم هتلاقوا نهاوند مستضيفه دكتوره ريهام الحياوي، وبيتكلموا سوا في موضوع اعتقد يهم كتير جدا منكم، خليكم معانا.